النهاردة مصر الجديدة بيطرح سؤال، وإحنا داخلين على استحقاق انتخابات البرلمان قريبا إن شاء الله، يمكن يعني في خلال 2014، وهي الخطوة الأخيرة في استحقاقات خارطة المستقبل أو خارطة الطريق. والسؤال شكل البرلمان الجديد هيبقى إيه، باعتبار أنه هو عليه ناس كتير بتعول على دور البرلمان ويعني الرقابة والتشريع ويعني العلاقة مع السلطة التنفيذية ومع مؤسسة الرئاسة، علشان طبعا تستقر تماما الحياة السياسية والحزبية في مصر. هل هنشوف في البرلمان الجديد مثلا قوى ثورية، قوى مدنية؟ هل يعني بقى ليهم من القواعد الشعبية ان الناس هتنتخبهم فعلا، ولا نرجع للتركيبة القديمة؟ مش بقول يعني سر ولا اي حاجة، كان دايما عندنا تركيبة انه الاحزاب ذات المرجعية الدينية مع الاحزاب ذات الشعبية في الشارع، سواء حزب وطني منحل او حزب احزاب يعني ليها الحظوة والعزوة في الصعيد وفي الأرياف والعائلات، كلام معروف. يا ترى البرلمان بتاعنا 2014 يبقى شكله إيه؟ معايا مجموعة من البرلمانيين المخضرمين والمنتمين كمان أيضا لطيارات مختلفة وأحزاب مختلفة، وربما تبقى المناظرة دي أو المناقشة دي مفيدة فمعرفة كل طرف بيفكر إزاي في هذا الملف. أحب أرحب من اليمين للشمال مع حفظ الألقاب بالأستاذ مصطفى الجندي، وهو من مؤسسي تحالف 25-30. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بك أستاذ. منور والله. أحب أرحب بالأستاذ مصطفى البنا، البرلماني السابق وعضو اللجنة الإعلامية لحزب النور. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. أحب أرحب أيضا بالدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية. أهلا بك دكتور صفوت، منورنا. ربنا يخليك. أيضا دكتور طلعت مطاوع، البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. طيب هبدأ مع أستاذ مصطفى، شايف البرلمان الجاي هيبقى فيه نفس التركيبة القديمة ولا هناك الجديد من وجهة نظرك؟ لا، هناك الجديد ده. بسم الله الرحمن الرحيم الأول. تمام. هناك أكيد جديد. آه. والجديد هو مش جديد، بس إحنا مش عايزين نفهم. آه. مش عايزين نفهم إن الشعب ده شعب فاهم قوي. أكتر مننا، وشعب هو اللي بيقود السياسيين، مش السياسيين هي اللي بتقوده. تمام. وخلال الفترة اللي فاتت طول الفترة اللي فاتت احنا شفنا الشعب قدامه السياسيين في الظهر، لان احنا عندنا شخصيات سياسية وما عندناش قوة سياسية، ما عندناش لسه أحزاب، لان حتى أيام مبارك اللي قعد 30 سنة في الحكم 2000 و2005، مبارك ما جابش 30%، والباقي مستقلين نجحوا وانضموا. يعني اصلا مبارك ما كانش ليه شعبيه في الشارع، وكان بيخسر الانتخابات واللي كان بيكسب مستقلين. اذا البرلمان الجاي باغلبيه مستقلين. مبارك كان بيخسر الانتخابات طبعا. إزاي؟ طبعا. مش كان 2000 و2005 اللي كان فيهم اشراف قضائي معتز؟ كان نجح مستقلين، والمستقلين كانوا تقريبا 70%، وبعد كده انضموا للحزب الوطني. ايوه. وراح جاي الشعب مسقطهم في 2005. مظبوط. اللي انضموا طلع مستقلين تاني بأغلبية وانضموا تاني للحزب. نفس الحاجة 30-20%، هو لو مبارك ليه شعبية والحزب الوطني ليه كوادر وليه ناس محبوبة كان وقع يا معتز. أكيد. خلينا نقول بس الكلام المنطقي اللي الناس كلها عارفاه، أصغر واحد زي أكبر. ودي كانت مفاجأة كبيرة في 25 يناير لما فجأة كده قالوا الحزب الوطني 3 مليون. حبيب. كانوا فين؟ وهيرد طبعا، يعني ممكن اي حد يرد، الدكتور طلعت يرد، دكتور صفوت على هذا الموضوع. احنا بس انا اللي انا عايز اوصله حاجه. طيب. احنا كل الناس، انا ضد الاقصاء بقى معتز. ضد الاقصاء لا اي حد. انا واثق في الشعب المصري وفي اختيار الشعب المصري. الشعب المصري عمل ثوره في 25 يناير مش مؤامره، وسندها الجيش، مش تآمر الجيش مع الشعب ضد مصالح مبارك ورجاله. 30 ثورة ووقف برضو معاها الجيش عشان الاستقلال الوطني. الاتنين مع بعض، الشعب عارف تماما هو عايز ايه، زي ما عايز عيش وحرية وعدالة وكرامة عايز استقلال وطني. الشعب انا مع اختياره. الناس يا استاذ معتز بص، في ناس في الحزب الوطني كانت بتنجح ايام مبارك من غير تزوير، ونجحت مع الإخوان من غير تزوير، وهتنجح مع النظام اللي جاي من غير تزوير. دول كلهم ما يجيبوش 15 نفر، 20 نفر لما تقول دول العزوة يا سيدي معتز. ليه بقى؟ احنا زمان في بلدنا
كانت عيلتنا تمثل يمكن تلت البلد ولا ربع البلد. احنا النهاردة 90 مليون، عيلتنا ما تمثلش في البلد ولا حاجة. حتة بقى يقول لك العزوة والقبلية والجاهلية، اديك مثل. قلنا القبلية والعزوة للحزب الوطني في الصعيد، صح؟ مش دي المقولة اللي بيقولوها دايما؟ طب ما عرفوش ينزلوا الناس لا في الدستور، واقل مشاركة كانت في الدستور كانت في الصعيد، فين العزوة بتاعتك؟